اللي ما عاش مع حمادي وشاف لعب حمادي كما عشنا احنا. بالفعل فريد، انا نحب نقول اللي ما فماش تونسي ما فماش محب مهما تكون الانتماء نتاعه ما يعشقش حمادي، ما يحبش حمادي، مع حمادي ملك الجماهير التونسيه كل، مع يظل اقل ما يقال في حمادي يكون هو معناتها معبود الجماهير التونسيه. سمير، في تعليق شيخنا كوره فرهدنا احنا صغار، متعنا بكوره وتعلمنا عليه الكوره، تعلمنا عليه الفنيات تاع حمادي العقبي الكبير، كبير مدرسه في الكوره، مدرسه في الاخلاق، مدرسه في التواضع بصراحه، فخورين به، لاعب اعطاه بصمه كبيره لكره القدم التونسيه. سي منصر، الكبير كبير موهبه كبيره، اللعب والنيفو جو والشوا نتاعو كانت سابقه العصر هذاك، مي كلها دروس كي تشوف سي حمادي كيفاش يتكلم وكيفاش يتعامل مع المهنه نتاعو. سي تانيرو ناسيونال انجاز على المستوى الوطني على مستوى المنتخب يقعد مئات السنوات، وهذا ان شاء الله الملاعبيه اللي موجودين الغادي يدخلوا الفرحه، يدخلوا الفرحه للشعب هذا، خاطر تحس اللي كونوا الملاعبيه الكبار يحسوا بشي بالتعب نتاع الجمهور، بالتعب نتاع الشعب هذاك. ان شاء الله بوركوا با تونس تخرج ان شاء الله حمادي وحمادي اخر ان شاء الله. حمادي العقربي انسيكلوبيدي تاع كوان. حمادي العقربي انا دربته في صفاقس وعشت معاه كاخ، ما عشتش معاه كملاعب ومدرب، كاصحاب كاخوه. يعني حمادي العقربي عنده من الامكانيات بخلاف الفنيه، خلاف الفنيه ما نجموش نقارنوه. انا بالنسبه لي انا احسن ما انجبت في المركز، خاصه في المركز نتاع حمادي لاعب تونسي. حمادي ستان ليدر بالرغم اللي هو عاقل ياسر وطنبي ياسر وماهوش من هاك الناس اللي كيما قوة شخصية كيما شكري مثلا، خاطر نعرف شكري ونعرف حمادي. فحمادي يعني مش عاوني، انا نقولها توا للملاء، عام 87 88 في صفاقس عاوني ياسر حمادي، تواجدوا معايا بلعبوا معايا بيعانتوا في الملعبيه في الفستيار في الواحد. يعني حمادي قدوه مش للجيل هذا، للجيل الجاي الكل. اكيد قلت الكلام اللي لازم يتقال، واكيد قبل ما قلت ما نجموش نعطيه السيد هذا حقه، ما نجمش نعطيه حقه على مستوى ما اعطانا من فرجه من متعه على الميدان ومن اخلاق رفيعه. انا كان لي الشرف اني استدعيت اليوم حمادي العقربي، ولكل قناة حنا بعال وبرنامج طبعا سويعة كان تشرفنا برشا بحضورك، كما أكيد تشوف المعزة والمحبة اللي كنوها ليك كبار الملاعبية وكبار المحلين والجمهور العريض، تفاعل كبير حمادي مع وجودك من خلال مختلف مواقع التواصل ومن خلال الجمهور الحاضر هنا. احنا عاجزين مرة أخرى بنشكروك، أنت إنسان مبدع، أنت إنسان فنان باش تبقى في القلب باش تبقى في الذاكره. نعرف الطريق طويل شويه لصفاقس، لكن رحابة صدرك هي اللي خلاتنا نشدوك الى الساعه 11 ليلا. نحب نجي نودك على عين المكان غاديكا ونقول لك مشكور جدا على الحضور، مشكور جدا. ان شاء الله نشوفوك ديما في صحة وفي خير. وانا شرفني اللي كنت بحلك. صار في ان كرون بليزير ليالنا والليكيب تاعي الكل، مشكور جدا مرة أخرى. تسليقة على اللاعب الكبير حمادي.